بكم مشاهدينا الكرام وتحية صباحية لكافة الزملاء والزميلات في استديوهاتنا في رام الله. 33 عاما مرت على اعتلاء الرئيس الراحل ياسر عرفات منصة المجلس الوطني في دورته 19 في الجزائر، وإعلانه بقوة وبسالة وثيقة استقلال دولة فلسطين. هذا اليوم الذي يؤكد على ديمومة التصاق الشعب الفلسطيني بالأرض التي تحتضن الهوية. هنا مشاهدينا الكرام في جامعة الأزهر في مدينة غزة تحيي الشبيبة الفتحوية ذكرى يوم الاستقلال، أيضا وفاء لروح الشهيد ياسر عرفات بذكرى 17 إبقاء. يا عنوان الفتح، يا سر يا معمار، يا سر يا معمار. هاي 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 هاي. يا طوار الفتح، يا عنوان الفتح، يا سر يا معمار. إذن مشاهدينا الكرام في هذه المناسبة الوطنية والتي ما زالت تزيد في أبناء شعبنا عزيمة وإرادة إلى النصر والتحرير إن شاء الله، يعني هنا في جامعة الأزهر أيضا بوجود الشخصيات الوطنية معنا، يعني الدكتور أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم. أهلا بك وعاشت الذكرى لروح الشهيد القائد أبو عمر أيضا بالتزامن مع ذكرى يوم الاستقلال. نعم، نحن اليوم من جامعة الأزهر، هذه القلعة التي أنشأها ياسر عرفات لتكون قلعة تقدم النموذج الأرقى للشعب الفلسطيني على طريق تحقيق أحلام شعبنا وإقامة دولته الفلسطينية. اليوم نحيي الذكرى 17 لرحيل الزعيم الخالد ياسر عرفات، وأيضا في هذه الأثناء نستذكر إعلان قيام الدولة الفلسطينية الذي تم إعلانه من قصر صنوبر في الجزائر الشقيق، حينما أعلن ياسر عرفات عن إقامة الدولة الفلسطينية التي هي بمثابة دولة للشعب الفلسطيني، دولة في المنفى تحتاج إلى أن يتم تجسيدها على أرض الواقع. منذ تلك اللحظة ونحن نسعى ونعمل، يعمل شعبنا الفلسطيني بكل طاقاته وقدم التضحيات من أجل تجسيد هذا الإعلان حتى يخرج من إطاره النظري إلى الإطار العملي. الآن هناك سلطة وطنية على جزء من الأرض الفلسطينية، ولكن تبقى الدولة الفلسطينية حلم الشعب الفلسطيني، حلم ياسر عرفات، حلم كل الشهداء وكل الأسرى والجرحى وكل أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية. نتطلع إلى اليوم الذي يرتفع فيه العلم الفلسطيني على أسوار وكنائس ومآذن القدس إذانا بإعلان الدولة الفلسطينية على أرض الواقع. دكتور أحمد، رغم الاعتراف الكبير من الدول العربية في استقلال دولة فلسطين إلا أنه لم يتحقق على أرض الواقع، كما أشرت أنه حلم وسيتحقق الحلم في يوم من الأيام، يمثل الكينونة والهوية الكبيرة لدى الفلسطيني، هل نحن بالفعل بحاجة ماسة لهذا اليوم؟ أولا، الدول التي اعترفت بفلسطين هي أكثر من ذلك بكثير، تجاوز 100 دولة من اعترفوا بدولة فلسطين. في اللحظة التي تم فيها الإعلان هناك 80 دولة مباشرة كان لها موقف إيجابي من إعلان الدولة الفلسطينية، وبدأ يزداد هذه الأعداد. والآن فلسطين لها الأكثر من 70 ممثلية في العالم، ونحن نسعى أن يزداد اقتناع العالم بعدالة قضيتنا وأن يترجم هذا الإيمان إلى خطوات داعمة لشعبنا الفلسطيني. صحيح أن هذا الدعم في معظمه نظري، ولكن نحن لا نقلل من أهمية هذا الدعم ونسعى إلى مزيد منه تحقيقا لمصالح شعبنا وتحقيقا لأهداف الوطنية. إن شاء الله كل الاحترام لك دكتور أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة الفتح، وتستمر الرسالة الوطنية مشاهدينا الكرام، ونبقى معكم في فعاليات هذا الحفل. ابقوا.
العاصفة والنار والمارد هو الياسر حبل الفتح جرار انت الثورة انت والعاصفة والنار والمارد هو الياسر حبل الفتح جرار هذا وصية في هذا اليوم العظيم لأبناء شعبنا الفلسطيني نؤكد للجميع أننا على ثوابت وعلى العهد الذي قطعنا على أنفسنا في الحفاظ على الثوابت الفلسطينية التي قطعها ياسر عرفات وأيضا في يصادف يوم ذكرى الاستقلال هذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي سنعمل جاهدين على ترسيخها لدى أبنائنا الطلاب والطالبات في جميع جامعاتنا وكلياتنا على مستوى قطاع غزة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كانت ولا زالت جامعة الأزهر الحاضرة للمسيرة النضالية أيضا بإحيائها للعديد من المناسبات الوطنية. معنا الآن الدكتور عمر بلاد رئيس جامعة الأزهر، أهلا بك وعاشت الذكرى. أهلا وسهلا وعاشت الذكرى. نحن اليوم في جامعة الأزهر التي تحتفل بذكرى استشهاد الرئيس المؤسس لجامعة الأزهر الراحل أبو عمار رحمه الله. هذا الزعيم الخالد فينا زعيم الشعب الفلسطيني والذي كان بقراره بتأسيس جامعة الأزهر في العام 1991 كجامعة وطنية في قطاع غزة. وفي منذ البدايات نردد مقولته الشهيرة بأن جامعة الأزهر ولدت عملاقة وستبقى عملاقة. ونقول لك يا أبا عمار بأن الجامعة جامعة الأزهر بإذن الله ستبقى عملاقة على مدار العصور بتطورها الأكاديمي وبتطورها العمراني وبتطورها الإداري. دكتور عمر، أردتم أن تمزجوا بذكرى استقلال دولة فلسطين الذي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات، ماذا تمثل هذه المناسبة أكاديميا وأيضا تاريخا للطلاب في تعليمهم وفي مسيرتهم أيضا؟ نحن دائما نعتز بياسر عرفات، هذا الرجل الذي أسس جامعة الأزهر وهو القائد للشعب الفلسطيني وهو الذي أعلن قيام دولة فلسطين في 15 من 20 الثاني للعام 1988. نحن نعتز بهذه المناسبات ونحتفل بها على الدوام في جامعة الأزهر لأن له فضل كبير على هذه الجامعة وله فضل كبير على كل الشعب الفلسطيني بأسره بكل أطيافه وبكل انتماءاته وتوجهاته. دكتور عمر، إن لم يتحقق الحلم باستقلال دولة فلسطين على أرض الواقع ولكن كان هذا حلم وإن شاء الله يتحقق في يوم من الأيام، هل يمثل فعلا بفخر واعتزاز في كل نفس فلسطيني؟ نحن دائما حلمنا مع حلم قائدنا وزعيمنا أبو عمار بإذن الله تعالى الذي قالها دائما ترونها بعيدة ونراها قريبة. ونحن نعلم الأجيال القادمة بأن تحرير القدس وتحرير دولة فلسطين وإقامة هذه الدولة ستكون قريبة بإذن الله تعالى وستكون بإذن الله تعالى برعاية قائدنا أبو مازن حفظه الله ورعاه. احترام لك دكتور عمر ميلاد رئيس جامعة الأزهر، إن شاء الله سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين وتكون عاصمتها القدس الشريف. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الفقرة، عودة لكم في استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشروع فلسطين.